أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بغازي مساك الله بالخير مساك الله بالنور والسرور أبو فهد حياك الله وساعة المباركة واليوم راح نستكمل حديثنا عن مجلة الرياضي العربي في 7 أبريل 1979 تحدثنا بالحلقات الماضية عن كأس الخليج الخامسه اللي اقيمت في بغداد عام 79 حصل عليها منتخب العراق. ننتقل أه الى خبر المنتخب الارجنتيني بطل كاس العالم يطلب زياره المملكه. طلب المنتخب الارجنتيني بطل كاس العالم الاخيره من النادي الاهلي الموافقه على زياره يقوم بها الفريق للمملكه يلعب خلالها مع فريق النادي الاهلي في جده هذا ولم يتحدد موعد زياره بعد. قرر الاتحاد العربي السعودي لكره الطائره موافقه على الاشتراك في الدوره العربيه للناشئين اللي ستقام في بغداد أه شهد الاسبوع الماضي عددا من زيارات الفرق البرازيليه والعربيه المملكه العربيه السعوديه وذلك أه لاقامه عدد من مباريات طبعا وديه حيث زار الرياض فريق سانتا كروز وفاز على فريق النصر 6-2 سانتا كروز البرازيلي فاز على فريق النصر 6-2 وعلى الهلال فاز سانتا كروز البرازيلي 2-0 وكذلك الفريق الاولمبي البرازيلي يفاز على منتخب النهضه والاتفاق والقادسيه منتخب الشرقيه 3 2 وعلى فريق النصر 5 0 وساعة اعداد هذه الرساله يلعب امام الهلال كما زار المملكه فريق نيتكو البرازيلي <applause> نيتكو يمكن <applause> آه الذي لعب مع الاتحاد والاهلي ومنتخب الطائي و كما زار المملكه فريق الترجي التونسي وتعادل مع الاهلي 2-2 اثنين اثنين يعني كما زار هذا يبين لك ابو غازي انت تتكلم عن سنه 79 نعم ان الكره السعوديه بدات تم اعدادها من هذه السنين هذه ابو غازي نعم. نعم. صحيح يعني فبدا الفريق السعودي ينتعش وشارك في تصفيات كاس العالم سنه 82 نعم وادى يعني ابلى بلاء حسن تاهل بالمجموعه المجموعه العربيه اللي نظم البطوله عنده التصفيات عنده فاز على المنتخب العراقي فاز على البحرين فاز على سوريا فاز على قطر فكان المنتخب للحضور ودش بالتصفيات المؤهله الثانيه لكن اللي قلت خبرته خسر وما تاهل بعدها المنتخب السعودي الى يومك تزعم اسيا صراحه يعني سواء عن طريق الانديه او عن طريق المنتخب <applause> طبعا نروح الى خبر آخر بوايد. أوكي توتنهام بطل كأس المحترفين للمرة الثانية على التوالي. توتنهام. اي آه... نوتنغهام. نوتنغهام. نوتنغهام آه. عفوا نوتنغهام بطل كأس المحترفين للمرة الثانية على التوالي نوتنغهام آه لأول مرة يحدث في تاريخ إنجلترا لكرة القدم أن يحتفظ فريقا بكأس المتفوقين او بالأحرى ان يفوز به فريقا مرتين متتاليتين بطولة اوروبا اي أه وذلك عندما فاز فريق أه نوتنغهام فورست بالكأس اللي فاز فيه العام الماضي عندما هزم ليفربول 1-0 أه يعني هذا كان 79 اعتقد الارسنال هو بطل أه كأس انجلترا بعد فوزه على على يونايتد في مباراة <applause> تاريخية لا 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 يمكن الناس يذكرون وصنفوها من أجمل المباريات تقدم الأرسنال 2 صفر تعادلوا يونايتد 2 2 لكن آه ساندرلاند المهاجم الأرسنال أحرز هدف الفوز شو رأيك نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة أعزائي المشاهدين لا تبعدون خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا وإحنا كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي وكان هناك روبرتاج مسوينا المجلة عن بعض الأنشطة اللي صارت في السعودية ويبين لك المنتخب السعودي أو الكرة السعودية في ذيك الفترة تم تحضيرها بالفعل يعني أندية عالمية أبو غازي أندية برازيلية شاركت ومنتخب البرازيل الأولمبي أتى السعودية منتخب أو أيضا نادي القادسية في تلك الفترة كان من افضل المنتخبات على مستوى المنطقه وافضل الانديه على مستوى المنطقه قام بزياره المنطقه الشرقيه لعب ثلاث مباريات يعني مع الاتفاق تعادل 2-2 وفاز على القادسيه 2-0 وخسر امام المنطقه الشرقيه اللي هم النهضه الاتفاق القادسيه 3-2 نعم عالميات ضمن بطولات اوروبا فشل جميع الفرق البريطانيه في الدور الثاني عدا نوتنغهام فورست نوتنغهام فورست كان ترى من الفرق القويه ذاك الوقت نوتنغهام فورست هذا اللي شرا يعني, يعني فواز حساوي ايه نوتنغهام no فورست احرز بطوله اوروبا مرتين متتاليتين يعني حتى مره ثانيه فاز على هامبورغ اللي جاء لعب مع منتخب الخليج هنا فاز عليهم كيجن فاز عليهم في النهائي بهدف 1 0 ايضا قبلها فاز على منو ابو فاز على هامبورغ, هامبورغ الالماني اي كيجن كان معاهم؟ كان مع هامبورغ اه ايه اي صحيح هذا بعد ليفربول ايه ليفربول هذا كاس الاتحاد كاس ابطال كؤوس ولا كاس الاتحاد؟ أب لا ابطال الدوري ابطال الدوري اللي يعتبر الحين الشامبيونز ليج هذا يعني دوري الابطال هذا التوب اي التوب إيه فازوا فيه في مرتين اي ما شاء الله هذا كان فارس وقبلها فازوا في ليفربول ثلاث مرات اي نعم صحيح. يعني 77 سبع 78 سبعين، سبعين، لا مرتين بعد اعتقد اي ويمكن اكثر فرق خذتها الاسبانيه بعدها الانجليزيه فويدا اي اكيد اي يعني اكثر فرق اسبانيه وانجليزيه يمكن ليفربول هو اكثر فريق ايطاليه بعدها اكثر فريق انجليزي يمكن ليفربول فويدا اكثر من مانشستر اكثر فريق ليفربول فاز فيه ست مرات اي في اذكر انا مباراتهم مفهد اللي تل... اللي 3 0 كانوا خسرانين تلو 3 3 مع الميلان مع الميلان سمحي. هذه يعني كانت مباراه تبع ليفربول لازم نذكرك والله انا ليفربول والميلان كنت اشجعهم وقتها طبعا في بعض المفاجات اللي صارت في بطولة اوروبا عام 79 احنا نتكلم جاء فوز فريق مالو السويدي مالمو مالمو السويدي وانتقاله الى الدور القبل النهائي لهذه البطوله دهشه اوروبيه واخذ عناوين الصحف الرياضيه ما كان مرشح فريق مالمو السويدي طبعا هذا إذا كان في الدور الأول خاسر طبعا أمام فريق آه كرانكو 2-1 ولكن في الدور الثاني وعلى ملعب مالمو حدثت المعجزة عندما سجل هدافه مالمو أربع أهداف خلال 20 دقيقة الأخيرة بعد أن كانوا خاسرين 1-0 ومجموع طبعا 2-1 آه لصالح وزلة فريق وزلة وكانت تلك الاهداف الاربع حولت المجموع الى 5-2 لصالح مالمو بهذا الفوز ينتقل مالمو الى الدور قبل النهائي. طبعا وبعد ان اجلت اجلت مباراه فريق رينجرز الاسكتلندي وكولون الالماني طبعا الغربي كولون الالماني الغربي 24 ساعه من موعد اقامتها المقرر لعب الفريقان على ملعب رينجرز الجليدي. طبعا في الجبال الاسكتلنديه في مدينه جلاسكو وخرج رينجرز من البطوله بعد ان تعادلوا في المباراه الثانيه واحد 1 علما بان كولون كان متقدم على رينجرز 1-0 في المباراه التي جرت في كولون وانتقل كولون الدور المقبل بمجموع طبعا كل اثنين واحد لصالحه. وصلنا تجوري ابو آه تجوري هذا طبعا آه مدرب فريق رينجرز وهو يوجه كابتن الفريق. طبعا اعتقد ان اللي لعب النهائي فريق كولون مع نوتنجهام فورست اعتقد. مو فاز وفاز؟ في نوتنجهام فورست. هام. بالبطوله. اعزائي المشاهدين وصلنا نهايه حلقه لا يسعني في نهايه الحلقه لاني اشكركم على المتابعه واشكر زميلي فهد العبد الجليل الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه.